2021 مسؤولية مجتمعية، هو يمكن حضراتكم سمعتوا عنها من يومين، إنما أقولها بوضوح، هو إنشاء صندوق المتحدة لرعاية العاملين في مهنة الإعلام، مهنة الإعلام وليس العاملين في مجموعة المتحدة، عشان بس أبقى واضح في الجملة. كان لازم نهتم بالسوق، نهتم بالإبداع، فالمتحدة بتنشئ في الوقت الحالي جائزة للسيناريو الدراما التلفزيونية ومنصات والأطفال، فعندنا إطلاق لأربع مسابقات جديدة: جائزة السيناريو للدراما التلفزيونية، جائزة تأليف دراما الطفل، جائزة الرواية المطبوعة، وجائزة قصة الطفل. عشان اللي أنا قلته لحضراتكم ده استتبعوا إن إحنا يحصل هيكلة في مجلس الإدارة، فإعادة تشكيل مجلس الإدارة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بيشرفني إن أنا أعلن تشكيل المجلس. أستاذ حسن عبد الله رئيساً وعضواً منتدباً، دكتور أشرف سلمان عضواً، أستاذ عمرو الفقي عضواً، أستاذ محمد السعدي عضواً، أستاذ تامر مرسي عضواً، دكتور محمد سمير عضواً، دكتور محمد سمير هو مستشار القانون للمجموعة. بطلب من السادة أعضاء مجلس الإدارة بس إن هم يقوموا عشان بس الناس تعرفهم.